ليزرشيف اه الوقت يجي البحر باش تعمل بيه ليزرشيف تاع البوليسيه لازم نستعملوهم باش نحصروهم واحد واحد وباش يتحاسبوا فهمت لازم المحاسبه نتاع كل واحد ظلم تونسي ولا تسبب له في اي مشكله فهمت كيفاش ننشروهم لا ما ننشروهم مش نفضحوهم اذا كان ننشروا نفضحوهم لا نحرقوهم ونخك هاو علاش فيهم اسرار وحاجات تاع ناس ومتاع عائلات نحرقوهم وفوتوا هاو انا نقول لي زارشيف نتاع البوليسيه سي نجمو نعمل بهم كولاج ولا نتبرعوا بهم جماعه البوزار ولا لي اسوسياسيون اللي يحبوا يعلموا هكا الصغيرات كيفاش يتعاملوا مع الفن نعملوا بيه كي نلقاو لي زارشيف لقدام باش نحاسبوهم فهمنا لي على مليح وعدوني مالا تا وقت محاسبه بابا العزيز نتصور لي زارشيف هذوما لازمنا نحرقوهم فماش علاش باش يعرفوا علينا حاجات فماش علاش باش يعرفوا خنارنا فاش نتحركوا فاش نمشيو فاش نجيو دونك نتصور لي زارشيف هذوما يلزمهم يتمحاو كي نلقاوهم لي زارشيف نتاع البوليسيسي نهزوهم القائد السبسي والا نهزوهم جليل بريك واحده منهم